مشاهدي قناة الأموال في كل مكان، أهلا بكم. الحكومة وفرت تخفيضات وعروض كبيرة وأسعار مميزة خلال الأيام اللي فاتت في المنافذ والمعارض المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، علشان يقدر المواطن يشتري كل اللي محتاجه من سلع غذائية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وكمان هتصرف السلع التموينية الخاصة بشهر إبريل خلال الساعات اللي جاية. وكمان أعلنت عن بشرة سارة للمواطنين قبل أيام شهر رمضان الكريم، هنوضحها لحضراتكم في هذا الفيديو. الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه طلع تعليمات مشددة لشركات الجملة العامة والمصرية، وده بصرف السلع التموينية الأولى لشهر إبريل اللي جاي. أكد كمان على رؤساء شركات الجملة الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع، وكمان توفير 27 سلعة المكررة للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار كل ما يحتاجه. وزير التموين والتجارة الداخلية أشار أنه أمر بضخ كميات كبيرة جدا من السلع بمخازن الشركات اللي بتوصل ل 1500 مخزن، وده بمحافظات الجمهورية، وكمان متابعة هذا الأمر، وده للتدخل في حالة زيادة طلب المواطن على أي سلعة. وإن كمان إن نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس وصلت ل 100%، وإن الوزارة بتضخ كل يوم 3 طن زيت ما بين اللتر وال 800 جرام وكمان 4000 طن سكر و 1000 طن رز و 1000 طن مكرونة، وده بمنافس صرف السلع التموينية. ده في الوقت اللي قال فيه أحمد كمال معاون الوزير المتحدث كمان الرسمي للوزارة إن بداية صرف السلع التموينية هيكون متوافق مع بداية شهر رمضان الكريم، وده أيضا هيخفف من الأعباء على المواطن في الشهر الكريم، وده بعد انتشار معارض أهلا رمضان والتخفيضات الموجودة في جميع المنافذ. المتحدث الرسمي للوزارة أكد أن الدكتور علي المصلحي شدد على مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد أي مخالفات من المنافذ المتوفرة في محافظات الجمهورية، وكمان التعامل معها بالقانون، وأن مديريات التموين هتنفذ حملات على منافذ الصرف، وده للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واللي بتدفع فيه الدولة ما يصل ل 36 مليار جنيه في كل سنة، وده لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم للمواطن المحتاج للدعم من الدولة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان افتتح الأسبوع اللي فات المعرض الرئيسي لأهلا رمضان اللي مستمر حتى 31 مارس الجاري، وده بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية ومسؤولي الجهات المعنية. وزير التموين يومها زف بشرى سارة للمواطنين لما قال إن المعرض بيوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية وكمان الاستهلاكية زي اللحوم والدواجن، وده بتخفيضات بتتراوح ما بين 20-25% من الأسواق أو عن الأسواق المحلية. عفواً. بتشمل السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. بيوفر المعرض كمان سلع كتيرة جدا وأجهزة من زي الأجهزة المعمرة، وده بأسعار مناسبة وبتخفيضات كبيرة، وإن الحكومة بتعمل على تقديم منتجات وسلع ممتازة وده بجودة عالية للمواطن المصري. الدكتور علي المصلحي أشار كمان إن المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر مقام على مساحة بتبلغ 12000 متر، وبتشارك فيه كمان 125 شركة. بيضم 4 صالات عرض كبيرة، وده لعرض السلع ومختلف المنتجات الغذائية، وبيستقبل المعرض المواطن من الساعة 11 الصبح وحتى الساعة 10 بالليل. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.